بعث حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ببرقيه تعزيه الى فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سائلا جلالته المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء